السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم في الدرس الأول في لكتاب الرياضيات في الصف الثامن في روضة مدرسة أكاديمية العزيزة النموذجية السلط بإشراف المعلمة براء الديات، وهو الدرس الأول يتحدث عن الاقتران. تمام، رح نتحدث عن إيش؟ عن الاقتران يا ثامن. ثامن، بداية يجب أن تعرف ما هو الاقتران. تمام، الاقتران يا ثامن علاقة تربط بين مسقط بين شغلتين. الشغلة الأولى اسمها مجال، تمام، وهي الإحداثيات السينية، تمام، والطرف الثاني بترتبط فيه اسمها المدى، وهي إيش؟ صاد، الإحداثي الصادي، تمام، بحيث ترتبط كل عنصر في المجال بصورة واحدة في المدى. شرط الاقتران يا ثامن إنه المجال له صورة واحدة بس، يرتبط بعنصر واحد وين؟ بالمدى. إذا العنصر بالمجال ارتبط بشغلتين في المدى فما بعتبره اقتران، بعتبره علاقة لكنه ليس اقتران. يعني شو اللي قاعد أحكيه؟ بنوضح عندي هون بالمثال، مس انتبه لي هون. أي العلاقات الآتية تمثل اقتران؟ يعني هذول علاقات بس مين منهم اقتران؟ بروح هاي المجال اللي هي إيش هي؟ سين. وهاي المدى اللي إيش هي؟ مس صاد. شو بحكي لك الاقتران؟ لازم حتى احكي عنه اقتران كل صورة كل رقم بالمجال يرتبط بصورة واحدة بايش؟ بالمدى. بروح على الاول، سالب واحد ارتبط مع مين؟ مع سالب اثنين. طيب بنروح على الصفر، مش مرتبط، ما بنزل، خلص مش اقتران. طب ليش مش اقتران؟ لانه يامس احدى عناصر المجال ليس له صورة. الصفر شو صورته؟ ما له صورة، هذا يناقض شرط الاقتران. الاقتران بيحكي لك كل عنصر في المجال لازم شرط يرتبط بعنصر وين؟ في المدى، والصفر ما له صورة، فأنا هاي بحكي ليس اقتران، هي علاقة ولكنها إيش؟ ليست اقتران. تمام؟ ناخذ الثانية بشوفها اقتران ولا لا. بروح على المجال، سالب اثنين مع مين؟ مع السالب اثنين. السالب واحد مع الواحد، والاثنين مع الثلاث، والثلاثة مع سالب اثنين. طيب هل كل عنصر بالمجال ارتبط بعنصر واحد بالمدى؟ نعم، في عنصر ارتبط مرتين، يعني سالب اثنين ارتبط مع مين؟ مع السالب اثنين. ارتبط مع عنصر ثاني مثلا مع الواحد او الثلاث؟ لا، اذا هاي اقتران. تمام، بنشوف الاخيرة، الواحد ارتبط مع السبعة، والواحد ارتبط مع الثمانية، والاثنين اخذت التسعة، والخمسة أخذت العشرة مع العشرة، والثلاثة مع مين؟ مع التسعة. هل اللي قدامي اقتران؟ لا. ليش اقتران؟ لأنه الواحد الذي في المجال ارتبط بصورتين، الصورة له الأولى سبعة والصورة الثانية إيش هي؟ ثمانية، وهذا يناقض إيش؟ شرط الاقتران. فهي ليست إيش؟ اقتران. ليست إيش؟ اقتران. ليش ليست اقتران؟ لأنه عندي عنصر بالمجال ارتبط بكم صورة؟ صورتين. طب تحكي لي يمس، طب يمس هاي الاثنين ارتبطت مع التسعة والثلاثة ارتبطت مع التسعة، بحكي لك اقتران. ما إلها دخل. ليش؟ أنه الثلاثة مش نفس الاثنين، مش متساويات. أنا قصدي الرقم نفسه بأخذ صورتين، يعني الواحد الواحد مش اثنين ثلاث، عادي اثنين مع التسعة مختلفة عن الثلاث بالتسعة. يعني الإحداث اثنين مع التسعة هو نفسه ثلاثة مع التسعة؟ لا، هاي إشي وهاي إشي ما إلنا دخل، إحنا بنحكي على تكرار رقم إذا أخذ كم صورة؟ صورتين. تمام يا مس؟ طيب خلنا نأخذ هون كمان سؤال، أكتب مجال ومدى العلاقة. أكتب مجال ومدى العلاقة، ركز يا مس. مجال يعني السينات، مدى يعني صاد. تمام، لو كان عندي زوج مرتب اسمه خمسة وسبعة، تمام، خمسة وسبعة، بحكي لك وين المجال؟ تقول لي سين خمسة. وين المدى؟ بتقول لي صاد اللي هي ايش؟ سبعة. تمام، يلا خلنا نروح على المعلقة الأولى نكتب مجالها. تمام، نكتب مجالها. ايش مجالها؟ اللي هو الإحداثيات السينية، الواحد وعشرين، الصفر، السالب 14، السالب 3. الواحد وعشرين، الصفر، السالب 14، والسالب 3. هي المجال اللي هو سين. طب وين المدى يا مس؟ المدى الصاد اللي هي السالب 3
والسالب 3 والسالب 3 والسالب 3، اكتبها كاملة ولا بس اكتب واحدة؟ لا خلص ما بكررها، بحكي المدى هو عبارة عن السالب 3 تمام. طب هون ايش المدى المجال اسف اللي هو السين، السالب 1 والخمسة والاثنين والخمسة، ما بكرر الخمسة، بحكي السالب 1 الخمسة والاثنين. طب ما هو المدى؟ تحكي لي الصاد الواحد والثلاث والأربعة والخمسة وعشرين تمام. طب لو أحكي لك يا مس أي وحدة فيهم اقتران، مين الاقتران الأولى ولا الثانية؟ بتحكي لي الأولى كل عنصر بالمجال ارتبط بعنصر واحد بالمدى فهي اقتران. طب الثانية تحكي لي لا، أحكي لك ليش؟ تحكي لي عندي العدد خمسة له صورتين، الصورة الأولى مع الثلاث والصورة الثانية مع مين؟ مع الخمسة وعشرين، يعني العنصر واحد في المجال كم صورة له؟ صارت صورتين، فهذا شو أسميه؟ ليس اقتران، هو علاقة ولكنه ليس إيش؟ ليس اقتران تمام يا مس؟ إن شاء الله بالفيديو الجزء الثاني بالفيديو نأخذ آخر فكرة بالدرس، ويعطيكم العافية.